لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا. الإعلام الذي يسوق للكذب والدجل والتلبيس كلها معاصي متعدية. إذا لم تخرجها أنت مالك لها، إذا خرجت صرت عبدا لها. ولذلك أنبهكم إذا حلفتم أن تحلفوا بالله. فكان يقول له بعض الأمراء: أي شعبان تقصد؟ هل شعبان هذه السنة أو شعبان السنة الماضية؟ فالمالكية قالوا لما تعطي وانت حي تعطي للولد هكتار وتعطي للبنت نص هكتار، البنت تزعل. إذا لم نحقق العدل في هذه الحالة ولا بد من نعطه بالتساوي. ما تقدر نصلي به ولا في الليل؟ لا، ما هو نصلي في ركعتين في الليل. لا سمحني بس دقيقة يا شيخ، خلينا نكمل لك. احكي لك اللي فهمته انا توا. باي خلي بنسألك انا باش نستوضح منك. حتى وإن خذل أهل العروبة وأهل الإسلام وحكامهم وسلاطينهم خذلوا هذا البيت، فإن الله عز وجل سيسخر من يدافع عن هذا البيت. من استدان في سفه لا يعان بالزكاة على سفهه وعلى النفقات التي أنفقها في غير وجهها. فقواعد الشريعة تقول لا يجوز الإقدام على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. كانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم، وكافأهم بما وهبوا قصورا.